كمان امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل في مقر إقامته في بروكسل الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات البلجيكية لمتابعة التعاون في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر لتوليد الطاقة. وكمان كان في لقاء للسيد الرئيس مع جون لوكا مورانج الرئيس التنفيذي لشركة جون كوركيل البلجيكية للصناعات الدفاعية، ولقاء آخر مع جان دونيل الرئيس التنفيذي لشركة التكريك البلجيكية، وتم التباحث حول مشروعات تطوير وحماية الشواطئ الساحلية المصرية. في مستهل زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في القمة السادسة بين الاتحادين الأوروبي والإفريقي، استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد بيتر جان دونيل الرئيس التنفيذي لشركة التجريف البلجيكية جان دونيل، وذلك بمقر إقامة سيادته في بروكسل. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد التباحث حول آفاق التعاون بين الجانب المصري والشركة البلجيكية. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد جان لوك موران الرئيس التنفيذي لشركة جان كوكريل البلجيكية للصناعات الدفاعية. اللقاء شهد التباحث حول سبل تعميق التعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات البلجيكية، وهم شركة ديمي لأعمال التكريك وشركة ميناء أنتورب وشركة فلوكسس. اللقاء تناول متابعة التعاون مع تحالف تلك الشركات البلجيكية للاستثمار في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر لتوليد الطاقة.